ورجعنا بعد الفاصل مع فقرتنا التانية وفقرة المواهب، الموهبة اللي معانا، الموهبة الجميلة اللي هنتكلم عنها كتير قوي بعد ما نهى ترحب بالشيف اللي معانا اللي هتبقى مفاجأة الحلقة. معانا مفاجأة الحلقة فعلا الشيف عليا. اهلا وسهلا. الشيف كبير بيكي. جدا يعني. شكرا. هتبدا النهارده في اكلات تحفه يعني. شكرا حبيبتي. اهلا بيكي يا حبيبتي. منورانا. نوري نوري. احنا دلوقتي بقى خلينا في فقره الموهبه، فقره علي، لانه موهبه عظيمه جدا وشاب يعني مكافح جدا جدا. انا شخصيا معجبه بيه يعني، وسمعت له حاجات كتيره قوي قوي، علشان كده انا صممت ان هو يكون معانا النهارده. ده رمز للشباب المكافح المجتهد اللي عنده موهبه، اللي لقب ويعني ده من اهل قريته بابنودي. القريه بتاعتك ابنودي كراس. ايوه القريه بتاعته اللي هو بيعتز بيها جدا. معانا هو النهارده محضر لنا ثلاث قصايد كده. هو الاول اسمه الشاعر علي، الشعر بتاعه قافيه وبرضه بيكتب بالعامية. محضر لنا ثلاث قصايد، اول حاجه عن الفقر، وقصيده اسمها بحبك، وقصيده اسمها ازيك يا جدع. يعني هما ثلاث قصايد بقى احنا لسه ما سمعناش. احنا عايزين بقى نبتدي نسمع اول قصيده عن الفقر بقى. اتفضل. بقول لك الفجر ده اسم القصيده. تمام. الفجر مصنع لولاده الامل بالنسبه للناس المتعودين على الشجا، والحلم حارة ضيقة فآخرها سد. الفجر مصنع لولادة الأمل بالنسبة للناس المتعودين على الشجا، والحلم حارة ضيقة فآخرها سد. كل الغلابة اللي مستنيين الموت أخبارهم اليومية مش بتهم حد، بس صفقة الكساء والطعام صفقة وتهم السادة والنبلاء. كله كلام وليك ضمان من كهنة المعبد تشبه لظروفك، تضمن دخول الجنة للفجرة. اصبر فإن الله يجزي الصابرين الصامتين ذو القناعة. إعلان كبير، أنت أقوى من المجاعة. اشتغل طول السنة واتعب وإحنا هنكسب مفيش ربع ساعة. حفاظة تمنع تسريبات جوعك. ادفع ضعف الرصيف ببلاش. ادفع مقدم شقتك في الحلم ومعاملة خاصة لو هتحلم كاش. كم حملة على حسك يا فجير؟ وأرقام ما تتعدش. حلمك بضاعة تباع ما تتردش. مرضك بضاعة تباع ما تتردش. صوتك بضاعة تباع ما تتردش. حتى في موتك يا فجير عد المكاسب ولا ما تعدش. أحسن تجيلك جلطة من الأرقام. لساك مصدق إعلانات الزيف؟ خربش عشان تكسب سبيكة ذهب واجلب حبيبك ويا شيخ مغربي. فاصل صغير. الفجر يا ما صنع وهباء ويا ما وهب علماء للعالم يا غبي. الفجر مصنع لولاده الامل. الله عليك. تسلم يا شاعر. عايزين بقى ندخل على هو الاول بس كده، انت يعني بيجي لك منين الالهام بتاع الشعر؟ انت مثلا دارس شعر ولا انت خواطر؟ عمري ما اتعلمت شعر ولا درست شعر. هو دي حاجه يعني جبت تقدير جيد في دبلوم تجاره. تمام. كويس جوي. وطبعا الظروف ما سمحتش ان انا اقدم في معهد او اقدم في حاجه. التزمت بالفرن اللي هو خبيز. وبتحب الكتابه صح؟ الموهبه جات لي عن طريق الشغل. وانا بشتغل ان انا بقول كلام انا ما اعرفش، بصيت لقيت انا بكتب الكلام اللي انا بقوله وانا شغال بساعد دلوقتي. بكتب الكلام بلاقيه كافي. يعني انت ما بتفكرش في الكلام، انت بتلاقيه بتكتب معاك. على شعراء يقول لي انت كويس انت شايف. لا هي كده سبحان الله موهبه فعلا وجايه له. طيب قول لي بقى احسن حاجه يعني لما بتيجي كده. قول لي بقى يا علي، القصيده اللي هي اللي انت بتقول اللي هي الثانيه بحبك، دي عاطفيه ولا دي بتتكلم عن ايه؟ عن بحب يعني يعني انا قصدي دي قصيده عاطفيه يعني يعني بتحب مثلا بتحب بنت، بتحب والدتك، بتحب اصحابك. ها بحب بنت. طب يلا. طب انا بقول لك بقى يلا نسمع يلا نسمع. هي ليه يلا نسمع. اتفضل. بحبك اول ما بشوف عينيكي بس بشتغلك. ده انا لما بقول بحبك بلقى نفسي بورقه وقلم وبكتب اسمك. بحبك من زمان مش من دلوقتي. انت عايشه في قلبي وانا عايش في قلبك، عشان كده انا بقول بحبك.
انتي نجم في السماء عالي، ساكنه جوه قلبي، انسانه غاليه على قلبي، عشان كده بقول بحبك، ذكرت حبك في كل وقت وكل حين. ملعون ابو الحب ليه كده؟ اللي يخلقوا فيه البني ادمين مستحيل. بحبك وعمر ما كان في حياتي معنى لحاجه كلمه مستحيل. الامل في عيوني دايما مستمر، عشان كده بقول بحبك وهحبك وماليش غير حبك. ده جزء صغير. بص بقى، أنا دي يمكن دي عجباني جدا، عشان كلها امل وكلها تحدي وكلها يعني حب، وطبعا يعني ما فيش حاجه مستحيله. أكيد صح ولا ايه؟ اكيد طبعا. طالما احنا بنكافح وبنجتهد ما فيش حاجه اسمها مستحيل. لان بقى على ازيك يا جدع دي كده، عشان لا، ما انا عايز اعرف بقى قبل ازيك يا جدع، انا عايز اعرف انت بتقولها لمين؟ ما هو بيقول لك بقى انا بحب واحده. لا، بحبك دي للامل. بحبك للامل، الامل اللي هو اللي جاي ولا راح. مش هنقول لك انت بتقولها لمين يا جماعه. لا يا ستي، احنا مش هنقول بيقولها لمين، خليه محتفظ باسراره. أيوة. بس انا بتكلم بقى على القصيده الثانيه. احنا طبعا بنقول ان علي شاعر العاميه، الشعر بتاعه عاميه، وعشان بس ايه نبقى واضحين وفاهمين. قول لي بقى، ازيك يا جدع دي صاحبك ولا لمين؟ احب اعرف. جدع اللي انت بتتكلم عن نفسك. انا وفي جدعان كتير زي كده نفس الكلام. جدعان بس مش لاقيين. جدعان في الحياه مع الناس ولا مع الشغل ولا دايما مع دايما الوجع ما بيجيش غير للجدع. ليه بقى؟ لا، ما احنا مش دي جايه لك يعني من حاجه انت اتوجعت فيها فعلا، فدي مستوحاه من موقف معين، ولا هي جايه لك كده كخاطر فكره؟ اللي ما توجعش يا استاذه نهى ما يبقاش جدع. اللي ما توجعش في الحياه اللي احنا فيها ما يبقاش جدع. اتوجع من جدعان إيه؟ كتير، مش شرط يكونوا اتوجعوا. من جرايب، من حبيب. يلا بقى عشان ما نقلبش عليه المواجع. مش عايزين نقلب عليه المواجع. خلينا مع ازيك يا جدع. ازيك يا جدع. تمام. بتقول لك ازاي بتصرخ من الوجع وتقول مفيش. ازيك يا جدع، ازاي بتصرخ من الوجع وتقول مفيش؟ عجبي عليك، حواليك مخالب كبار، ومالكش غير منجار وقادر تعيش رغم الهموم دي كلها وظروفك اللي في مشاكلها، لسه فيك النفس انك تعيش. يخرب بيتك يا جدع، ازاي بتصرخ من الوجع وتقول مفيش رغم الهموم دي كلها، لسه نبضك عايش في المكان. قلبك جدع، قلبك جدع من يومه، لو كل الدنيا جات عليه لسه فيه نفس وقادر يعيش. يخرب بيتك يا جدع، ازاي بتصرخ من الوجع وتقول مفيش. بس لا، برافو عليك. احنا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه يعني. يا علي احنا يعني انت ايه حسيناك كده زعلت؟ ما مش زعلت، حاسه زعلت. انا عايز اقول القصيده كامله، فالقصيده كامله ممكن تعدي 5 6 دقايق. لا احنا طبعا ظروف القناه وظروف ان شاعر موهبه لسه طالعه، فما فيش ان قلت قصيده واحده كامله مش هقول اي حاجه في نفسي اصلا، فانا بقول كل اللي في نفسي. لا، ما انت بقى شاعر متنوع وما شاء الله عليك، يعني عندك كذا حاجه، عندك كذا حاجه بتعرف تقولها. احنا طبعا اكيد هتبقى معانا تاني وتالت ورابع. ممكن اقول حاجه صغيره؟ لا طبعا، ممكن تقول. تمام، دي تخص الجدع برضو. جزء ميت جوه مني وجزء حي، حي ارزق رغم سني، وسني بيعدي فجاه زي فرح وحزن، باقي لسه ولازمه كي نكون، لابد نبقى بشر ملهمش زي طير راجع لعشه، وعشه عارف انه جاي بكرة أكيد، وبعده عارف إنه جاي بكرة أكيد، وبكرة عارف إنه جاي. جزء حي جوا مني، لو جزء حي جواك يبقى تعرف إنك حي. الجزء بيموت من الحياة، من وجع صاحب ومن وجع صديق، من وجع أي شيء في الحياة. بطول ما أنت ما بتقول الآه اعرف إنك جدع. لا، برافو عليك، بنحييك. بنحييك يا جدع، برافو عليك، بنحييك يا جدع. ده انت بص يعني قلب المواجع كلها. يا شاعر العامية، الشاب الجميل، علي، المجتهد المكافح اللي بيقول قصايد عامية، وبيلقبوه صحابه أهله قرايبه بأبنودي، أبنودي الصغير. احنا بنشكره جدا جدا على اللقاء ده.
نورتنا، وان شاء الله تيجي بقى في حلقات تانية تكون محضرين بقى شعر بالقافيه بقى اللي هو بنفس الوزن كده. والى اللقاء بقى. الفقره بقى الثانيه، خلونا بقى ندخل على الفقره الثانيه. احنا شكرنا علي وهنستناه في فقرات ثانيه وحلقات ثانيه كتير ان شاء الله، وندخل على الفقره اللي بعد كده، فقره الطبخ.